حصل صلاح العيدي على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في غزة عام 2024، فما هي؟ رمضان. جامعة القدس. جامعة القدس. استعجلت. إجابة خاطئة. ناقش الرسالة دي في خيام النازحين، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، وأهدى الرسالة دي لأرواح الشهداء والأسرى. أيمن بحر إجابتك. جامعة الخليل. جامعة الخليل. إجابة خاطئة. في حد عنده إجابة تانية؟ الأزهر. أيوة، شفت يا رمضان بستعجل ليه؟ هي فعلا جامعة الأزهر. عادي عادي، معلش. حدث بعنوان تحدي للشعب الذي لا يعرف المستحيل. كلنا نحيي صلاح العيدي وشعب فلسطين.